عالم الشر الخفي. الشر الخفي. الشر الخفي. المخلوق البشري كائن بيدور على السعادة اللي يمكن ليها أكتر من مليون طريق وطريق للوصول إليها. وإذا كنت في كتاب المتواضع الأول بتكلم عن طريق السعادة في تطوير الذات، أما في كتاب الثالث بتكلم عن طريق السعادة في الاستيقاظ الروحي، فأنا حابب أتكلم النهاردة عن كتاب الثاني، وهو طريق السعادة في تحصين الذات ضد كل صور الشر الخفي. وفي هذا الكتاب بتكلم عن عالم الشر الخفي، أو عالم قصص المجرمين النرجسيين والمجرمين السيكوباتيين ضد المجتمع. ودي شخصيات طول الوقت مجهولة وغامضة، حتى إن حقيقتهم لا تعلمها ضحاياهم إلا بعد فوات الأوان في كل مرة. وده راجع لإيه؟ لأن المجرمين النرجسيين والسيكوباتيين بيدرسوا ضحاياهم بعناية فائقة قبل اختيارهم. ولكن مع الوقت وبالتدريج مفيش أي مجرم بيقدر يعيش في الظلام للأبد. وفي النهاية الإنسان بيقول أنا شفت الشيطان ماشي على قدمين، أو ممكن يقول أنا شفت الشيطان ماشي على قدمين. طبعا طول الوقت والسينما والفن الهادف بيقدم لنا رسالة زيادة الوعي بالشر الخفي، سواء كان على مستوى العلاقات بين البشر أو كان على مستوى الدولة. فالجهل بالشر بيصنع الشر، والتنافس على الدنيا بيصنع الشر، والعقلانية بدون روحانية بتصنع الشر. وبقدم في كتاب المتواضع 20 شخصية من عقليات القمة في الشر، من الشخصيات النرجسية والشخصيات السيكوباتية. وبنحاول نناقش مع بعض صناعة الطابور الخامس، وبنحاول نشرح لماذا الشرير لا يشعر بالذنب، وبنتكلم عن الحب المشروط وفكرة الابتزاز العاطفي. فنحن الأشياء الجميلة التي يخسرها الأغبياء.